appartenant aux agences, voilà, pour justement assurer leur sécurité. Voilà, quelques objets de la réunion. فهاد الشهر الرمضانية اللي حصلنا الشرف باش نحلوا ثالث فضاء رقمي للقرى الشعبي الجزائري. هذا الفضاء موجود في الحي الأعمال باب زوار، راح يعطي للسكان والمواطنين اللي يعملوا في هذه المنطقة إمكانية استخدام الخدمات البنكية 24 ساعة على 24 ساعة وسبع أيام في الأسبوع.